بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى وتحذيرا من اتخاذ الكافرين أولياء. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا الله واتبعوا رسوله، صدقوه بالاعتقاد وبالعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا توالوا الكفار من غير ملتكم بالتبعية والطاعة من غير المؤمنين، أي تتركوا الولاء للمؤمنين وتتولون الكافرين. أيها المتخذون الكفار أولياء، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إذا أنتم اتخذتم الكفار أولياء وكانت تبعيتكم لهم من دون المؤمنين، ماذا دهاكم؟ هل تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة ظاهرة وهي تقتضي أن ينزل بكم عقوبته في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ هل تريدون ذلك؟ إذا كنتم لا تريدون ذلك فانتبهوا لأنفسكم وارجعوا إلى العبودية لله، ولا تربطوا قلوبكم وسلوككم وأفكاركم بأعداء الله من اليهود أو أذنابهم. ثم يبين الله عقاب الكفار من المنافقين، وأنه أشد من عقاب سائر الكفار، فيقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كما أن الجنة درجات وعليها الفردوس الأعلى، أيضا النار دركات طبقات، فالمنافقون في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من النار والعياذ بالله تعالى، ولن تجد لهم نصيرا، أي لن تجد لهؤلاء المنافقين نصيرا بين يدي الله سبحانه. إذا كان يجدون إنسانا في الدنيا ينصرهم أو يشجعهم أو يخلصهم إذا وقعوا في شدة، أو يعطيهم المال إذا كانوا خدما له، يجبرون الناس على طاعة الطاغوت، إذا كانوا كذلك إذا وجدوا في الدنيا هذا، أما في الآخرة فلن تجد لهم نصيرا. ولكنهم غفلوا ونسوا أنه في يوم من الأيام سيأتيهم ملك الموت ويقبض أرواحهم وينتقلون إلى الله، فهو سائلهم عن تصرفاتهم، وأول وأخطر شيء يسألون عنه: هل هم كانوا عبيدا لله أم عبيدا للمخلوق؟ هل كانوا مطيعين لله أو مطيعين ومتولين الكافرين والعياذ بالله تعالى؟ ثم يبين الله تبارك وتعالى أن المنافقين إذا عقلوا وفهموا وعرفوا الله ورجعوا عن باطلهم وأخلصوا دينهم لله، فإن الله يقبلهم إذا صلحت توبتهم. فيقول سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا، أي الذين رجعوا عن النفاق إلى الإيمان الصادق الصحيح، وأصلحوا الفساد الذي كان منهم. ما بكفي الذي كان يساعد الكفار والطغاة على تسلطهم على الناس، يقول والله تبت وأنا آمنت. لا، ينبغي أن يكون ما في صف المؤمنين ويصلح أمره ويبين خطأ الكافرين وطغيانهم. وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. اعتصموا بالله أي دليل توبتهم تمسكهم بأمر الله، أن تراهم يطيعون الله تبارك وتعالى وينضمون بعهد الله، وهو لا إله إلا الله، لا طاعة ولا عبودية ولا مذلة ولا خضوع إلا لله تبارك وتعالى، لا للطواغيت من البشر أو الأصنام أو الشعارات. وأخلصوا دينهم لله. لاحظوا الله سبحانه وتعالى يبين بوضوح: الذين تابوا أي رجعوا عن النفاق، واعتصموا بالله أي أحسنوا سلوكهم مع الله، فسلكوا الطريق الذي رسمه الله وانضموا إلى جماعة المسلمين الصادقين. وأخلصوا دينهم لله أي فعلوا ذلك إخلاصا لله وطاعة لله، لا من أجل غش المؤمنين كما كانوا منافقين من قبل.
فأولئك مع المؤمنين، يكونون بعد هذه التوبة الصادقة النصوح يكونون مع المؤمنين، أي من دين المؤمنين في الجنة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ انتبه أيها الإنسان المخلوق، هل خلقك الله ليعذبك؟ ليعذبك؟ ماذا يستفيد من عذابك؟ المخلوق، المخلوق عندما يتسلط ويكون فرعون، هو عندما يعذبك إذا لم تطعه يريد أن يتسلط، يريد أن يحقق مصلحة من طاعتك له، إما أن يجعلك جنديا تقتل الناس حتى يطيعوه حتى يزداد تسلطه، وإما أن يتسلط على أموال الناس وأعراضهم فأنت تكون خادم له ومسخر له كما يسخر الحمار، وإما أن تكون مع الحق. فالطاغوت يعذبك أو يشجعك ويعطيك من أجل وصول إلى غرضه. أما رب العزة، هل يهددك بالعذاب من أجل أنه يستفيد بعذابك؟ لا، إنما ينذرك ويهددك بالعذاب وسيعذبك فعلا إذا لم تطعه، لأنك لم تفهم ولم تفقه ولم تعرف طريق الحق الذي تحقق به سعادتك. السعادة بطاعة الخالق لا بالعبودية للمخلوق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أنت تعلم وكل واحد من الناس يعلم، حتى ولو كان من أكفر الكافرين، يعلم أن كل شيء حوله من الله، وكل شيء في جسمه من الله، وكل تصرف يتصرفه الله أعطاه القدرة على هذا التصرف. فإذا جاء ملك الموت وقبض الروح، هل أستطيع أن أرفع يدي؟ لا. هل تبصر عيني؟ لا. إذن الكل من الله وبالله، فالله تبارك وتعالى لا يستفيد من عذابكم إذا أنتم شكرتم الله على نعمه فأطعتموه وتحررتم عن العبودية لغيره، وكان الله شاكرا عليما. يشكر الله لكم اختياركم طاعته وترك معصيته، كل شيء لمصلحتكم، وليس الله تبارك وتعالى مستفيدا منكم، لأن الله غني عن العالمين. فانتبهوا إلى ذلك، وكان الله شاكرا عليما، عليما بأفعالكم، وسيجزيكم عليها شكرا على اختياركم الخير لأنفسكم في الدنيا، فستنالون السعادة في الدنيا والآخرة إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما، أي دائما من الأزل إلى الأبد مثيبا عباده المؤمنين. فلنكن من المؤمنين الصادقين، ولنخلص عبوديتنا لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.